باكورة والله يا عبد الرحمن، الليلة هذا الجو كيف أحوالك؟ أولا قبل كل شيء كيف صحتك؟ الله عمرك الحمد. الله يسلمك عافاك الله. والله يا عبد الرحمن الليلة هذا الجو هذا في مقرفي، ومن بديع على نشرت قدم بديع، تقول واحد معه قارورة عطرة فيها بخة، ما شاء الله يقول هكذا هكذا يرش عليك ما شاء الله. الجو هذا الليلة جو جو ما شاء الله زي الحلاوة، وعين لهذه المناظر وعين لهذه الأغنام وهذه الدنيا وهذه الأشجار. الليلة جو رومانسي، هذا جو الليلة إذا ربي بس عافانا، وإن شاء الله من نامس، هذا أهم حاجة بنامس. ما حصلنا نامس أعتبر الليلة ترقد وأنت تمشي فيم. والله بنامس آذانا يا أخي. أيوه إلا أمراض جاب لنا. أقول لك والله قريتنا ما تعرف هذا الضنك هذا وهذه البلاوي إلا ذحين. خمدن أبوهن وخمدن أبوهن جهاول وخمدن، لكن الله يشفيهم إن شاء الله ويعافيهم. مشكلة يا أخي، هذه الفيروسات وهذه تراها كلها أمراض، كلها تنقلها الحشرات هذه. هذه البعوضة تتوالد بمحل أبقى مايم ومحل وصاخة ومحل موية أبراكدة. إيوة تبقى لها يعني هذه صراحة طمرة، وتبقى لها دفن، وتقعد تتبايض وتتكاثر وما ذي حنا تنشرات خلاص تلسع الناس لسعة. والله وتيجي بمرض هذا، والله يا واحد إني يجي عليه إنه مجفف هكذا قديه وخلاص ما هو قال منامس منامس، لأن منامس هذا يا ابن الحلال والله كل احنا ديامنا عيلها، تقول رقعة حقها رجل عيلها عيلك أنك. سوينا دهان، سوينا صليط، سوينا حق موالي زمن سلطنا منها صليط وهبنا كل حاجة، لكن خلاص ما معك إلا والنفس اللي قديها رايحة رايحة. لا تقول لي ولا أقول لك، والله ما معك إلا التوفيق الله وعافيته. والله ما أنت سيدي كيف أخبارك؟ كيف الحمد لله بخير، كله تمام الحمد لله. والله مع هذا الدواء بذحينا هبنا قلة حينا، واحد شاقي أعين عديته بغنم عديتوه واحدة واحدة نعجة نعجة تيس تيس أمريمان وعين إلا وقلبك الزلغني على شيء كحلة ما حصلتوها ما حصلتوها بين وانا ونعجة كذا عجوزة. يلا تشلها معاها تقومها وتحطها، شلها وتحطها. ايه جعين لمشاقي يا ابن الحلال يا ابن الحلال، وهو تحت العرج قاعد يتكين اليوم هذا يوم كين. ايوه كانه قاعد يتكين ما ادري ما هو خلصان عليه ما ادري فيها. وايجي اللي هي مساكين الله سبحانه وتعالى قد شن قد اللي شال اضربه بمباكوره. اللي هو اللي يقول لي والله يا عمي تراها كلها بروح سوا، بس هذه من عاجزه وكانها اللي قاعده نسدحن. قلنا طيب اقول كذا اللي هي بجنبهم مشه ومنعجه. قلنا الحمد لله هيا تمام. فيا اخي الدوابه هذه تبغى لها حفله وتبغى لها ويبغى لها انتباه، يبغى لك انتباه ودفتر معك بربعي تسجل كل ما ضاع النعجه ضاع عن حاجه، لانك يا اخي خاسر فيها. عين لم شعير وعين لم نخاله وعين لم حجر مرك هذا ومبرسيم وعين لم برسيم علف وعين لم علف، تحاسبها اللي فيها قيمتها ما هو هذا ما تخارج معك. فعاد معنا لك دحين هكذا ام نعجه الان لا تغيب عليك ولا شاو ولا تسوى ولا شيء، معناته هذه خلاص هم ربح. اي والله ايوه هم ربح ما عاد بولا قال له. وما عاد الحقيقه اشكرك وفرصه سعيده الليله تلاقينا معك على هذه السهوه عين لهذه الجلسه الليله. والله حتى بارس ما هي مثلها اراها انا عين لهذه الجلسه كانك الحاليه والفنانه. الله منظر منظر.